حياكم الله في حديث الشمس وفي إطار سلسلة حديثنا من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي. نلتقي اليوم بسعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق. حياك الله أبو موزة. الله يحييكم، مشكورين على الاستضافة، سعيد أن يكون أنا في بودكاست حديث شمس. نحن أسعد بتواجدك سعادتك، خاصة نحن موجودين اليوم في خلينا نقول عرس حكومي اتصال ومنتدى كبير جدا وصل صيته على مستوى العالم. شو الشيء اللي ممكن يضيف تواجد هذا النوع من المنتديات إلى أن الناس تيجي وتستثمر في الشارقة؟ والله شوف، طبعا اليوم هذه جلستنا وياكم نشوف الناس، نتعرف على الناس، واليوم مثل ما يعني استنبطنا من كل الكلمات الرئيسية اللي قالت اليوم، هي التواصل هو أهم شيء. الإنسان سبحان الله يعني خلق ليتواصل، نحن نتواصل، والتواصل اليوم يوصل صورة. أنت تبغى تصور صورة، تبغى توصل فكرة، فيعني هو هذا التواصل اللي يوصلك اليوم. ولذلك نحن اليوم نقول يعني إذا نتكلم عن إمارة الشارقة ما شاء الله، يعني اليوم بالقنوات هذا المنتدى المهم جدا اليوم، والأعداد الناس اللي نشوفها وأهم، والناس اللي موجودة، هذه اليوم يعكس صورة إمارة الشارقة الحمد لله، والفرص اللي موجودة فيها، وأن الناس واليوم إمارة الشارقة الحمد لله سباقة في مجالات مختلفة ومجالات كثيرة. صحيح، الشارقة أصبحت وستظل إمارة متميزة في جميع القطاعات، ولكن السؤال الأهم، هل الشارقة تعتبر بيئة استثمارية؟ أكيد، هذا مو بأنا أقول الكلام، الأرقام تثبت هذا الكلام. اليوم تواجد عدد الشركات، زيادة عدد الشركات، زيادة الطلب في ظل الوضع السياسي والاقتصادي اللي نشوفه في العالم، هبوط في أماكن مختلفة، صراعات في أماكن مختلفة، لكن الحمد لله إحنا المؤشر اليوم عندنا في ارتفاع سنة عن سنة أكثر من 5% الارتفاع عندنا، فلذلك والتوقعات إن الارتفاع هذا سيتواصل. فالحمد لله اليوم يعني نحن نقول في مقومات، أول وأهم مقوم الأمن. وجود الأمن خلاص يقولون رأس المال جبان، لكن وين في أمان وأمن واستقرار ومرونة في الحكومة؟ مثل ما سمعنا في الكلمة اليوم، المرونة، حكومة مرنة. كان يتكلم شخص طامن أحمد يقول سمو الحاكم، كان يقول يعني أنه بشخطة قلم تنحل المشكلة، هذه المرونة اللي يتكلم عنها. فنحن اليوم حكومتنا جدا مرنة، التسهيلات اللي تستوي، التشريعات اللي تطلع، هذه كلها تساعد اليوم بيئة الاستثمارية. بنية تحتية على المستوى العالمي، يمكن احنا الأفضل اليوم في البنية التحتية، تكلم مواصلات، اتصالات، شركات طيران، عندنا اليوم أكبر شركات طيران العالم موجودة عندنا اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. فلذلك اليوم نحن جميع المقومات هذه عندنا. فلذلك وبعدين مثل ما قلنا احنا طبعا الحكومه والامن والامان هذا اللي يساعد اليوم مجال الاقتصاد. بعدين احنا قبل فتره طلعت احصائيه يمكن في مجال شركات الناشئه الشارقه، يمكن صار فيها على مستوى يعني طلع على المستوى الخامس على مستوى العالم في مجال اللي هي القفزه او الزياده في هذا المجال. فيعني هذه الارقام والاحصائيات ومكانتنا اليوم تبين طبعا وين نحن اليوم ومدى يعني اهميه اماره الشارقه في مجال استقطاب الاستثمارات او في مجال الاستثمار بشكل عام. هل من الممكن نحن نقول ان الشارقه ممكن يوم من الايام تكون عاصمه للشركات الناشئه؟ طبعا احنا اليوم عاصمه للثقافه، يعني اليوم اماره الشارقه تعتمد على الثقافه، تعتمد على الاشياء كثيره من الثقافه والتعليم وال يعني لو شوف حتى المشاريع كلها والتنوع اللي موجود عندنا كل في مجالات مختلفه ومجال الاستثمار. نعم ليش لا، طبعا نسعى نكون احنا دائما في المراتب الاولى والمراتب العليا، وهذا طموحنا دائما احنا. ولذلك يعني العمل المستمر دائما تجاه صاحب السمو، نحن نؤدي ونعطي كل اللي عندنا ونحاول ان احنا نوفر هذه البيئه على للمستثمر وللناس اللي ساكنه ايضا اليوم. شو اهم القطاعات ابو موزه اللي تركز عليها شروق في الفتره الاخيره؟ طبعا انا بس بعطي نبذه عن الهيئه طبعا في البدايه. هيئه الشارقه للاستثمار والتطوير شروق طبعا هيئه حكوميه في مجال الاستثمار والتطوير. طبعا اذا بنتكلم عن الهيئه لها عده خلينا نقول اعمده او بيلر هنسميهم. عندك انت مجال التطوير، ومجال التطوير يدخل فيه اكثر من قطاع، قطاع العقار اللي هو اكبر قطاع في محافظه شروق اليوم، كذلك عندك انت قطاع الضيافه وبنتكلم عنه والفنادق اللي موجوده على الهيئه، نحن نسمي قطاع ايضا الترفيه للمشاريع اللي موجوده، وقطاع الثقافي عندك بيت الحكمه ومليحه وغيره من هالاماكن الثقافيه قلب الشارقه، فهذه قطاعات رئيسيه نركز عليها. وعندنا اداره الاصول، احنا ندير هذه الاصول كلها طبعا، فعندنا فريق مختص لادارتها بعد ما يتم تسليم المشروع يتم ادارته. والشق الثالث اللي هو شق الاستثمار طبعا، وعندنا مكتب يسمى مكتب استثمر في الشارقه، انا ما بتكلم تستضيفون ان شاء الله الاخ محمد وبيتكلم اكثر عن المركز، لكن هذا دوره ان يروج للاستثمار الاجنبي لاماره الشارقه. والقطاعات اللي ركز عليها قطاعات ايضا مختلفه خليه هو يتكلم عنها، نحن نركز على القطاعات شروق. نعم.
نعم. اللي قلنا قطاع العقار، قطاع العقار اليوم يعني يعتبر من أهم القطاعات وأكبر قطاع في ارتفاع وتزايد. الحمد لله. بعد نرجع للبيئة الاستثمارية والمرونة، القرار الجديد اللي طلع في فتح التملك الحر، هذا اليوم فتح لنا مجال جديد في مجال العقار للتملك. فالحمد لله اليوم احنا مشاريع مختلفة، يعني بنتكلم عن المشاريع بالتفصيل بعدين ومدى جاهزيتها وكم نسب المبيعات فيها وكلها نتكلم عنها، لكن اليوم هذه قطاعات رئيسية نحن نركز عليها. وهذه قطاعات يعني اليوم الحمد لله إمارة الشارجة تمتلك تنوع جغرافي رائع مميز، أولا مكان الإمارة، الموانئ اللي موجودة فيها، بعدين نتكلم عن المدن مختلفة. إذا نتكلم عن مدينة الشارجة، مدينة يعني معروفة بالتجارة والأماكن الثقافية اللي موجودة فيها، نتكلم عن المنطقة الوسطى والكثبان الرملية الجميلة فيها والآثار اللي موجودة فيها، خاصة منطقة مليحة نتكلم عن أكثر عن 200 ألف سنة آثار موجودة فيها، فنادق اليوم موجودة فيها، الناس تحب تروح هناك في فترة الشتاء. كذلك نشوف المنطقة الشرقية اليوم، سواء كنا نتكلم عن مدينة كلبة ولا خرفكان ولا دبل حصن، اليوم هذه المدن يعني تمتلك جمالية من جبال وديان شواطئ تنوع. فاليوم عندنا نحن محظوظين في هذا التنوع، سواء كان في مجال السياحة ولا في مجال الاستثمار، ترى كلها تفتح لك أبواب مختلفة. صحيح أبو موسى، بعد من خلال حديثك ذكرت الفنادق، هل دور هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير واستقطاب الفنادق العالمية التي تفتح في الشارقة، ولا هناك جهة أخرى المعنية بهذا؟ شو تنوع اليوم مجال الفنادق، هذا مجال جميل وصعب في نفس الوقت ومرهق لكنه ممتع. واليوم إذا بتلاحظ مشاريع الهيئة في مجال الفنادق، نتكلم زين فنادقنا اليوم نحن مش المطور اللي في اليوم القطاع الخاص يطور مثلا الفنادق اللي 200 300 400 500 غرفة، نحن نروح أماكن معينة، أماكن مميزة تعكس إمارة الشارقة ونسوي فيها مشاريع يسمونها البوتيك هوتلز أو الفنادق هذه الصغيرة. يعني عندنا أصغر فندق يتكون من 5 غرف اللي هو الفاية، وأكبر فندق فيه 52 غرفة اللي هو فندق ذكي البيت. طبعا أنا أتكلم عن التفاصيل مال الفنادق هاي ولا يعني مجال جميل ومجال رائع. فاليوم نحن نشوف هذه الفنادق، فنحن قسمنا الفنادق لقسمين، عندنا في فنادق يديرونها مشغلين على مستوى عالمي، مثل عندنا فندق ذا تشدي يتكون من 52 غرفة، لكن الجميل في فندق ذا تشدي أن الفندق مبناي على قواعد بيوت قديمة، فاللي كان ساكن في المنطقة قبل يحفظها. يعني اللي موجود في الخور، لا لا لا، فندق تشدي اللي موجود أو فندق البيت، فندق البيت أوكي. نعم، في منطقة قلب الشارقة، في منطقة التراث. اليوم أي حد من كبار السن اللي كان ساكن في المنطقة تقول له أنا واقف في بيت فلان داخل الفندق، بيعرف يدخل ويطلع ويوصل لك للمنطقة اللي أنت فيها. نقول يعني تجربة فريدة كفندق اليوم 5 نجوم على مستوى عالي، شركة جي اتش ام الديرة من سنغافورة، شركة يعني عندها مب وايد فنادق على مستوى العالم، لكن ينتقون الفنادق اللي هم يديرونها. اليوم نحن نشتغل مع هاي النوعية المشغلين، تجربة فريدة حق البيسكن في الفندق، اليوم يعيش تجربة تراثية وملاصق لمنطقة التراث قلب الشارقة، فالواحد ممكن يصير المتاحف اللي موجودة، الأسواق القديمة، فتجربة تراثية فريدة. فنحن نقول في مجال السياحة الثقافية التراثية اليوم. صحيح. هذا فندق من الفنادق والديرة. كذلك عندنا اليوم فندقين إن شاء الله قيد الإنشاء إن شاء الله بإذن الله افتتاح السنة القادمة، اللي هو بيكون فندق الجبل، منتجع الجبل اللي في خرفكان، يتكون من 45 غرفة، أي راح يكون مشغل لوكس، مشغل عالمي أيضا من موريشوس على مستوى جدا عالي، راح تكون تجربة فريدة على جبال، على جبل من جبال خرفكان. كذلك عندنا الفندق اللي هو ذا لوكس بيكون في السفاري، طبعا معروف أن الشارجة اليوم فيها سفاري، أكبر سفاري في العالم خارج أفريقيا. صحيح. فلنا تعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ان لان يديرون السفاري، يكون في فندق ملاصق ان شاء الله تقوم بتطوير الهيئه، بتكون من 35 غرفه على الطراز الافريقي، وان شاء الله راح يتم افتتاحها في نهايه السنه الجايه. لكن ناخذ الحين نحن ما نسميه، وهذه يعني مجموعه الشارقه، هذه عباره عن مجموعه فنادق تجارب مختلفه، واليوم تدير الهيئه يعني في اماكن فريده. اذا ما نتكلم اليوم عن الفنادق، انا تكلمت ان عندنا اصغر فندق اللي هو 5 غرف، هذه قصته جدا جميله. يوم كنا نطور مشروع مليحه وكنا احنا نلف في المنطقه ونطالع، فجأة حصلنا مباني مهجورة في الشارع، بدينا نسأل شو موضوع هاي، وحصلنا مثل خزان صغير مكتوب عليه بيت في برتش بتروليوم، أيام ما كانت برتش بتروليوم كانت تشغل محطات بترول. فبدينا نسأل وتواصلنا مع الأخوان في إدارة التراث. نعم. واتضح أن هذه كانت يعني من أقدم المحطات اللي موجودة في إمارة الشارج، كان في 5 محلات مباني مهجورة كانت عبارة عن 5 دكاكين من زمان أول، وكان في مستوصف أو عيادة، خلينا نقول عيادة. موجودة ومهجورة هاي المباني، انهجرت في آخر 60s، فقلنا شو ممكن نسويها؟ اليوم نحن نتكلم عن الاستدامة،
صحيح. شو معنات الاستدامة؟ الاستدامة كل حد يفسرها بطريقة مختلفة، لكن اليوم نحن الاستدامة هي إعادة استخدام الأشياء، فجزء من الأشياء اللي نسويها نحن إعادة الحياة للمباني القديمة. هذا نوع من الاستدامة. اليوم بدل ما أنت تبني هذا مبنى قائم، كيف ممكن أعيد استخدامه؟ أنا هذا الاستخدام حولناه فندق، فالدكاكين صارت غرف عبارة عن 5 غرف، واللي كان فندق يوم من الأيام أو عفوا كان مستوصف عيادة، عيادة يوم من الأيام لأن كان شارع هذا يخدم، وصار شارع جديد وانهجر هذا الشارع، فصار اليوم مطعم، وصار إقبال اليوم على المنطقة، فعندك مطعم عندك فندق 5 غرف، فصار هذا يضيف لتجربة اللي موجودة في مليحة اللي بنتكلم عنها بعدين بعد. فهذا فندق من الفنادق نحن نديره. بعدين عندنا اليوم نزل الرفرف في مدينة كلبة، طبعا في وين القرم منطقة محمية، هذا المشروع صار بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. اليوم دخلنا في التفاصيل، نعملنا دراسة مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، شو التنوع الطبيعي، شو التنوع البيئي اللي كان موجود، شو نوع الحيوانات اللي كانت موجودة هناك، شو وين نقدر نبني وين ما نقدر نبني، وتم اختيار أماكن الخيام عن طريق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ستكون في أماكن ما يكون فيها يعني سلاحف ما يكون فيها، فصارت اليوم تجربة مميزة. وبعدين حتى الخيام اللي موجودة كلها مواد صديقة للبيئة استخدمناها، فصارت اليوم تجربة فريدة. نتكلم عن المرحلة اللي كانت 20 غرفة، اليوم سلمنا احنا 20 غرفة أخرى، صار الفندق فيها حوالي 40 غرفة، 40 خيمة معهم، وكل النشاطات اللي موجودة نشاطات صديقة للبيئة، ما فيها محركات ما فيها غيرها، تجارب سياحية مختلفة، تجارب جميلة، فندق رائع اللي يبغي الهدوء والسكينة اليوم عندك أنت نزل الرفرف، فهذه أيضا تجربة فريدة. فنحن معنا هاي الفنادق كلها، نتكلم عن أكثر من فندق وحطيناها تحت ما يسمى بمجموعة الشارقة. هذه نحن ندير كل الفنادق. عندك واحة البداير أيضا جزء من هاي مجموعة الشارقة، تكون من عبارة عن واحة في وسط صحراء البداير الجميلة اللي معروفة بالكثبان الرملية، الناس تروح بالسيارات فيها. فاليوم صارت في تجربة إن الواحد ممكن يسكن في فندق هناك ويكون قريب من الصحراء، فتجربة فريدة، تجربة مميزة، عبارة عن حوالي 15 خيمة، وعندنا أيضا الغرف اللي موجودة حوالي 20 غرفة، فأيضا عبارة عن مدينة واحة وسط الصحراء، فأيضا تجربة مميزة وفريدة. كذلك إذا بنتكلم اليوم نحن عن أحد الفنادق الأخرى اللي هو نزل القمر اللي هو قريب من منطقة مليحة، طبعا تجربة فريدة في وسط الصحراء بعد، عبارة عن خيام، حابين نوصل فكرة اللي حاب ان يخيم لكن على مستوى شوي عالي، اليوم اللي ما عند ما يبغى يسكن في وسط الصحراء وما عنده خدمات، لا وفرنا لك خدمات خيم، وعندنا ايضا القبب هذه كلها يعني الواحد يحجزها، ونحن نوفر الاكل، الواحد ممكن يشوي الاكل يعني الاكل خاص فيه، يطبخ الاكل بروح، نحن نوفر لك اللي انت تحتاجه، وعندك حمام سباحة خاص في كل غرفة، فايضا تجربة مميزة في قلب الصحراء. ونحن نربطها بالتجربة، وين تجربة مليحة، يعني تكلمنا قبل وقلنا مليحة فيها تاريخها يرجع لحوالي 200 ألف سنة، آثار الإنسان انتقل من أفريقيا لهذه المنطقة لما كانت المنطقة قريبة من أفريقيا. صحيح. فيها تنوع آثار من العصر البرونزي العصر الحديدي إلى ما قبل الإسلام 3000 سنة، مدينة كاملة موجودة. حتى مثل ما ذكر صاحب السمو حاكم الشارقة في ميلان، نعم صح، ذكر نعم هذه خطوات النقطة. آدم عليه السلام يعني أبناء آدم نعم. كان يقصد منطقة مليحة، فلذلك المنطقة غنية بالآثار، وهني كان في تعاون بيننا بين الآثار. طبعا الآثار هاي اكتشفت في 70s وإلى اليوم تكتشف آثار جديدة. صحيح. فكان لنا تعاون كيف ممكن نحن نعطي الناس أن تي وتعيش هذه التجربة من طابع سياحي شوية. فاليوم عدد الزوار كبير، الناس تزور بنينا اللي هو مركز مليح للآثار في وسط الصحراء، هناك الواحد يزور المركز يتعرف على الآثار تاريخ المنطقة، بعدين نطلع في جولات سياحية، بعدين بدينا شوي ضفنا التخييم، الناس ممكن تخيم في هالمنطقة وتعيش تجربة فريدة، واللي ما يبغى يسكن ممكن يصير نزل القمر لأن في مثل الفندق، اللي ما يحب يخيم في الصحراء والنخاف شو نعم عندنا خيارات مختلفة. فاليوم بدينا نربط هذه التجارب، الحين مو بس ممكن تصير وترد، لا ممكن أنت تعيش تبات هناك عشان تعيش التجربة بشكل كامل، وتعيش تجربة لأن التجربة ممكن تأخذها على يوم على يومين، فتجربة فريدة ومميزة. فحين نشوف نحن كل شيء نتكلم فيه في سياق السياحة الثقافية، السياحة الأثرية، السياحة المستدامة، سياحة المغامرات، هذه كلها تبدأ من خطة صغيرة اليوم وتكبر تكبر تكبر. فاليوم الحين أنت أغلب مشاريع الهيئة ممكن أنت تسكن فيه، فبتلاحظ أن المشاريع مميزة، مشاريع مختلفة عن المشاريع العادية، وتعطي سابع وتجربة فريدة ما ممكن تحصلها في مكان ثاني. صحيح. هاي ما you cannot replicate it، ما تقدر أنت تكررها في مكان ثاني. بس شو التحديات اللي واجهتوها؟ تحديات وايد. يعني نحن كل حد يشوف الفنادق الجميلة، أولاً الأماكن اللي نحن نبني فيها أماكن صعبة،
فالبنى فيها صعب. بعدين تشغيل هذا النوع من الفنادق مو مثل تشغيل ايفنت، تكلفة التشغيل أعلى صح. لأن أنت في وسط الصحراء، وسط صحراء تجارب يعني تحدياتك مختلفة، موضوع التنظيف، موضوع الرمال، تغير الكثبان الرملية، فيبالها. فصار عندنا اليوم خبرة في مجال تشغيل هذا النوع من النوع من الفنادق هاي، اللي هي خلينا نقول البوتيك هوتيلز والفنادق اللي في أماكن خارج المدينة. مو بسهل، خدمات ما بسهل توصلها، مو بكل شيء سهل يوصل. لكن الفكرة اليوم إن نحن نستغل هذه الأشياء والتنوع اللي موجود في إمارة الشارجة ونحوله عبارة عن تجربة فريدة ما ممكن تعيشها. فاللي مرة يبغي مرة ومرتين وثلاث وأربع. فلذلك يعني احنا حريصين في نوع الفنادق اللي نسويها، المواد اللي نستخدمها، كيف ممكن ندخل الاستدامة في مجال هذه الفنادق، استخدام المياه، إعادة استخدام الأشياء. فيعني الموضوع مو بسهل، الموضوع صعب. يعني أحيانا واحد يشوف ان المشروع صغير لكن يطول، ليش؟ لأن الوصول صعب، البناء صعب، لكن تحديات جميلة تعلمك اليوم أشياء جديدة ودخلك في مجالات جديدة. ممكن اللي تحفزك أبو موسى. بالضبط بالضبط. تحفزك أن لا أنا لازم أنجز لأن أنا أحب الشارجة. بالضبط. وأنت يعني تبغي تنقل صورة يعني فريدة ومميزة، وتبغي توصل اليوم هذا التنوع اللي موجود عندك للجمهور. فلذلك يعني إحنا هاي متعة، تحديات هاي كلها متعة اليوم. أن نتعلم منها وتدخل في تجربة كل مرة تتعلم. مشروع على البحر غير عن مشروع في وسط الصحراء، عن مشروع في اليمن. شو أكثر مشروع اللي كان فيه تحدي؟ والله شوف كل المشاريع ما أقدر أقول، بس كل المشاريع تطلع لك فيها تحديات. كل المشاريع وتحديات ساعات أنت ما تحسب حسابها يعني. صحيح. لأن أماكن غريبة أنت يعني تبني على اليمن، تحدياتك مختلفة. صح. قص الصخور غير إنزين. أنا ما أبغي أثر على البيئة، ما أبغي أثر على الطبيعة، ما أبغي أقص الصخور وايد. كيف ممكن أطلع حل إني أركب هذا مثلا الغرفة بدون ما أثر على البيئة وما أثر على التضاريس اللي موجودة في المكان، وأكون أنا صادق في تجربتي البيئية. يوم أقول أنا نحن نتكلم عن sustainability أو الاستدامة، أنا أكون صادق في هذه التجربة. وبعدين تدخل ترى في وايد تفاصيل، وأنا أعتبرني أدخل في تفاصيل. شوف الفندق اليوم كل حد يقدر يبني فندق راقي وفندق حلو، صح ولا لا؟ صح. هات لك مصمم يصمم لك الفندق، يعطيك أعلى مستويات، ما دام أنت اليوم بتدفع بتحصل. لكن أو ممكن تتعاقد مع الشركات اللي ممكن تدير لك إياه. حتى الموضوع الإدارة. بس أنت الأصعب من ذلك اليوم أنك أنت تشغل وتوصل التجربة بالطريقة. اليوم شوف يعني خاصة في مجال الضيافة، مجال الضيافة ترى ما في وايد إماراتيين داخلين فيه بشكل كبير في التفاصيل. فأنت اليوم تشوف التجارب، أي فندق يعني يحط لك الأشياء، يعني أي فندق بتصير أي الإمارات بيحط لك ناقة بيجيب لازم طيور طبعا، وبعدين بعض الأشياء فعاليات الحنة، وبعض الأشياء الدخيلة على مجتمعنا، لأن هذا الصورة العامة اللي موجودة. خاصة أن أغلب اللي يشغلون طبعا نحن باحترام للجميع يعني جنسيات أجنبية، وفهمهم لي يعني ثقافتنا مختلف وداخلة فيه وايد معتقدات. فلذلك نحن اليوم دورنا أن نوصل هذه التجربة بطريقة. أنا أعطيك أمثلة وايد صغيرة. اليوم انت تدخل مثلا الفندق، طريقه الاستقبال زين، المشروبات كيف ممكن انا اسوي مشروب مستوحى من المنطقه اللي انا فيها؟ يعني مثلا اذا في اماكن يعني بين المزارع، كيف ممكن استخدم التمر في هذا يعني في المشروب الاستقبال؟ كيف ممكن انا انقل التجربه الاماراتيه الصحيحه؟ مثال بسيط، اليوم اي فندق بتصير على طول بتحصل ها صغير ها تمر، ارخص انواع التمر، للموضوع تجاري، ارخص انواع التمر يجيبوا لك إنزين. ما بتدخل فندق وتحصل رطب، لأن الرطب أغلى. أغلى ولا الرطب لمواسم، بس هم ما يدرون، هو خلاص متعاقد ويا شركة وتوفر لي. الحين إحنا بنشوف تجربة جديدة في فنادق مجموعة الشارجة، فترة الصيف موسم الرطب، الرطب بيكون طازج فريش، يعني شو موسم عندك الخنيزي والخلاص وغيره منها، كل مرة بيتم يتغير، وبنحط إحنا كل مرة مثلا شو نوع الرطب اليوم حاطين لك إياه. هاي فترة، وفترة الصيف طبعا فترة عقب الصيف يوم يبدأ يدخل موسم التمر، المتمر لا انواع مختلفه، بندفع زياده بس بنعطيك تجربه. بعدين حاولنا ندخل شيء، فشوف هاي اشياء بسيطه ترى، لكن الناس تحسب اللي هي متعود ياكل نوع فياكل خلاص مثلا يقول هذا لذيذ انا ما جربته قبل. صح صح صح. فخص الاجانب ما يعرفون هالشيء، فانت تبدا تعطيه معلومات. احنا نخيل اليوم في بيوتنا كلها موجوده وكلنا ناكل رطب فريش، فنحن نتحسب كمواطنين يمكن ان كل حد عنده هذا، لا مو كل حد عنده. فانا كيف ممكن ادخل في التفاصيل الصغيره هاي؟ بعدين حتى موضوع الاكل، كيف ممكن انا يعني ادخل الاكل الاماراتي مع أكلات حسب طبعا اليوم شو وين مكان الفندق. إذا أنا اليوم الفندق على البحر، لا أكلات بحرية نشتغل. فبدينا نشتغل على الأشياء هاي. بعدين بدينا نشغل ندخل ويانا شو القطاع الخاص، خص الشباب المواطنين. الحين في لنا شيء دي. الحين اليوم أسوأ وللأسف هذا تصير فنادق أسوأ قهوة بتشربها. صحيح. ليش يشتري أرخص نوع؟ كل شيء محسوب،
كل شيء محسوب اليوم في سعر الغرفة، صح ولا لا؟ لكن أنا لازم أكون صادق في التجربة اللي أقدمها، ولازم أكون. فاليوم الحين في شيء منتشر اليوم اللي هي القهوة المختصة، وكل الشباب وكل الناس تبغى تشرب هاي القهوة. ليش الفنادق ما توفرة؟ ليش دائما لازم يكون أرخص قهوة؟ لا زين، بدينا تعاقد الحين مع محمصة موجود في إمارة شارد شباب مواطنين إنه يوردون القهوة. فاتفاق الحين معاهم بعد إن شاء الله إنه يوفروا لنا هذه الكبسولات الصغيرة إن تنحط في الغرف، ممكن تحط في المكاين، في المكاين بحاجة. لكن يكون عبارة عن قهوة مختصة وين تحميصها عندنا في إمارة الشارجة. فالحين مجال الاستدامة ترى مجال، هي حلقة سيركلر، يعني هي حلقة كاملة. زين، اشتراك القطاع الخاص، اشتراك الشباب ويانا، فنبدأ ندخلهم شوي شوي. يلا تعال، شو تقدر توفر لي أنت؟ تعال وفر لي شركة، ما دام أنت موجودة محلي ليش أنا استورد كل شيء؟ أنت مسؤوليتك القهوة، خلاص ورد لي القهوة. فاليوم قهوة محمصة، وتحط بعد نقاط هاي القهوة وشنوع القهوة اليوم اللي أنا أوفرها. هاي شفتها في قبل الفنادق؟ لا ما بتحصلها. ليش؟ الفندق ما يبغي، كل شيء محسوب بالدرهم. طب الطريقة هاي أيضا بتنقل صورة صحيحة عن شباب الإمارات وعن شباب الشارجة وعن فئة الشباب اللي موجودين، وبتنقل الثقافة، بتتأكد أن الثقافة انتقلت إلى الشخص اللي جاي من الخارج بالشكل الصحيح. وأنت دعمت قطاع الشباب وقطاع الشركات الناشئة، دخلتهم وياك وعطيتهم فرصة. كذلك إذا بتدخل على موضوع، تكلمنا عن موضوع القهوة الحين مثلا، حتى الأمور العطرية للشامبو والصابون غير، صارنا تعاقد مع شركة محلية الحين يخلقون حسب الفندق وين مكانه ريحة خاصة تكون لكل فندق. والحين أول فندق بدينا فيه نجد المقصار، الحين اعتمدنا باقي الفنادق بعد، كل فندق له ريحة مستوحاة من المنطقة. نجد المقصار ماخذينها من الأعشاب اللي موجودة والمزارع اللي موجودة، فبتكون بعد شيء مميز هاي. فنبدا نحن حمسني بصراحه اني احنا نبتكر. شوف لازم نبتكر اليوم، ولازم نستوحى نقطه حلوه بعد. اليوم نجد المقصار تو افتتحناها 7 غرف، الحين صار في اتفاق مع احد المزارع اللي موجوده ان يوردوا لنا بعض الورقيات وغيرها نستخدمها في المطعم، وطلبنا منهم اشياء معينه يزرعوا لنا اياها ان شاء الله حق الموسى القادم. فنحن حركنا هاي المزارع، اعطيناهم مثل يعني فرصه انهم يشتغلون ويانا. بعدين نحن نقول هذا يسمون الكونسبت فارم تو تيبل، من المزرعه للطاوله. فاليوم احاول قد ما اقدر الاشياء اللي استخدمها بالمطبخ من المزارع اللي حولي، انا فدته بعدين حصلت شيء طازج وفرش موجود اقدمه، حصلت منتج بجوده رائعه. بالضبط، بعدين اشاركت الجميع. انت الحين جزء ترى من نجاح المشاريع اليوم الاقتصاد المحلي واشراك الاقتصاد المحلي وياك. اوكي، تكلمنا عن الشركات الناشئه، زين كيف انا المجتمع اللي حولي يستفيد من هذا المشروع؟ كيف لازم انا اشاركه وياي؟ تعال انت عندك مزرعه انا بشتغل وياك. اتفقنا مع شباب من خرفكان الحين نبدا معاهم جولات سياحيه حق الناس اللي ساكنه في الفندق في مدينه خرفكان في نجد المقصار، سواء كان انشطه خاصه بالكياك ولا انشطه بالهايكنج ولا غيره. اليوم في شركه محليه شباب مواطنين مقابل رسوم يبدون ان يقدمون هذه الخدمات للي ساكن. فاليوم انا مو بلازم اوفر كل الخدمات يا اخي، انا اشوف اني اقدر يوفر الخدمات من الشباب اللي موجودين في المنطقه، وانا اعطي فرصه انه يستفيد ونحن نستفيد كذلك في نفس الوقت. فاليوم يعني هذه كونسبت الاستدامه او فكره الاستدامه هي هاي، مو بس اني انا اوفر في استهلاك الطاقه استهلاك الماء، هذا جزء. اتوقع هاي الوصفه السحريه لنجاح مبادرات او مشاريع الشروق. طبعا هذا موضوع مو بسهل، صعب. نحن نسعى دائما نسعى نسعى نسعى، واحيانا نخطئ واحيانا نصيب، لكن نحن نحاول ان نحن ناخذ مبدا الاستدامه بشكل عام، ما يكون يعني بس نحن الناس تاخذ فكره الاستدامه بس انا اوفر في استهلاك الطاقه. لا، مثلا انا الحين اليوم عندي في نزل القمر بدينا الحين نستخدم الطاقه الشمسيه، خلاص الفندق كامل بيشتغل على الطاقه الشمسيه. اوكي، هذا اليوم وفرت انا في استهلاك الطاقه ساعدت البيئه، لكن لازم نحن ننظر لها كمنظومه متكامله، اشراك المجتمع، التوفير، قله الانبعاثات. فهي يعني حلقه كامله ومو بسهله ومعقد. احيانا انت تسعى تبغي تشتغل احد، لكن ساعات صعب يكون. صحيح. في تحديات تواجهك، بس انت تحاول تتغلب على هذه التحديات، تحاول انك انت مثل ما قلت انك تشرك الناس، تشتغل ويا الناس، وتعطي كل حد فرصه انه يشتغل وياك، وتخلي كل حد يحس انه شريك في هذه المشاريع. انا اقول مشاريع نوعيه، مشاريع مميزه، خلنا نحط شركه فيها كثر ما نقدر من طاقات الشباب. والحين نحن يلا عبرها، اللي يسمعنا اللي حاب انه يشتغل في قطاع الضيافه، ترى قطاع وايد جميل وقطاع فيه فرص. الناس دائما في قطاع الضيافه تتحسب ان الواحد الوظيفه الوحيده اللي موجود انه يعني يشتغل انه مثلا يخدم على اليوم هذه تتعلم انت وتكبر، اليوم تصير مدير فندق باكر، انت تصير كبير مسؤول عن الضيوف، مسؤول عن الغرف، يعني ومجال كبير ومفتوح. ونحن نشجع اليوم دوله الامارات حاطه على قطاع السياحه اليوم انه يكون يساهم في موضوع الناتج المحلي والجي دي بي نسبه مو بسيطه، يعني حوالي وصل 20%. فمعناته في فرص،
لكن وين الناس اللي تشتغل في هذا المجال؟ وينهم؟ هاي الواحد اليوم يفكر انه يدرس مجال السياحة ويتخرج مجال السياحة، ترى الآفاق مفتوحة، عندك انت هيئات مثل هيئة مال التجارة السياحية ممكن تداوم فيها، هيئات مثل الشروق ممكن تداوم فيها، المناطق الحرة اللي موجودة ممكن، يعني بعد. انت الآفاق ممكن انت تكون مشغل سياحي تفتح لك شركة، صح، تتعلم كيف تدير في مطعمك، تدير فندق، تفتح لك فندق، ليش لا؟ صغير، في فرص كبيرة في مجال الضيافة ومجال السياحة. فنحن اليوم نشجع الشباب ان يدخلون هذا المجال، واللي يدخل هذا المجال يعني هو متعب وأوقات ساعات عمل طويلة، لكن في النهاية يعني لها مردود على الواحد. فيعني نشجع الناس تدخل في مجال السياحة، مجال جميل، مجال وفرصة كبيرة، فرصة كبيرة، خاصة مثل ما ذكرت في الفترة الحالية هناك تركيز كبير على هذا. نعم، تركيز على هذا السياحة. على هذا القطاع طبعاً. خاصة أنا أتوقع من فترة قريت أيضا جامعة الشارقة أطلقت برنامج أكاديمي خاص لدعم هذا الموضوع، أنه بيكون هناك دراسة بكالوريوس خاص بهذا المجال. سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير الشروق، أشكرك على هذا الحديث. أنا كنت أبغى أختم برسالة توجهها للشباب، بس ما شاء الله عليك أعطيت الرسالة هذه بأفضل طريقة ممكنة، وأتوقع الشباب لازم يبدون، والشباب لازم يعرفون أن الفرصة موجودة، ولكن يجب عليك أن أنت تسعى وتروح إلى الجهات الحكومية. وهذا دورنا نحن في بودكاست حديث شمس، أن نحن نكون الجسر اللي قاعد ينقل المعرفة هذه، ويكون الجسر اللي أيضا يصل بين أفراد المجتمع والناس المهتمين في مجال الضيافة ومجال ريادة الأعمال ومجال أيضا صناعة المحتوى إلى الهيئات الحكومية المختلفة، وعلى رأسهم أكيد شروق. أشكرك. نحن طبعا جاهزين ندعم أي حد مهتم في هذا القطاع، قطاع الاستثمار يعني بشكل عام. وأنا أشكركم، طاف علينا الوقت بسرعة، شكرا على الاستضافة، صراحة استمتعنا في هذا الحديث وما قصرتم. إزاك الله الخير. هذا كان حديثنا مع سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق. شكرا لك. شكرا.